السلام عليكم، حياكم الله في سفرتنا اليوم. من غير شر، اليوم بدر تعبان شويه عشان كذي مايه، وانا ابو سامي بنشيل الحلقه. اول شيء من ابو سامي؟ ابو سعد سامي شريده ولد عمي. وبعدين اعايدكم بليله راس السنه الهجريه، واليوم بنخبز لين نشبع لاخر الحلقه، واحنا بنخبز انا وابو سعد. الله يستر. اي بس وانا حاكيكم خمرتنا قاعده تطفح، فعشان كذي انا ببلش على طول بعد ابو سعد ما يسلم عليكم. مساكم الله بالخير يا جماعه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. السنه الهجريه الله يعودها علينا، عام خير وسعاده علينا ان شاء الله. يا رب. وباذن الله اليوم يعني ام احمد ما شاء الله مسويه حفله خبز، بتسوي لكم خبز عربي اسمر وابيض وخبز صاج. وانا من صوبي صاير تخصص عيوش، كله صوب الشبس مال الشبس، بسوي لكم ربيان بقاعة الجدر. ان شاء الله يعني الاكله يعني تعجبكم باذن الله. اكيد راح تعجبكم. راح نبدا اول شيء مع اختي ام احمد. طبعا بدايه انا راح اسوي الخبز العربي، لان الخبز العربي محتاج اكثر وقت بالتخمير. الخبز الثاني الصاج والثاني راح يرتاح بس. فالخبز العربي انا بسوي لكم بس 3 اكواب. قبل لا تشتغلون بالخبز العربي، اول شيء تسوونه نص قلاص طحين مع قفشه خميره، قفشه اكل خميره، وقفشه اكل كبرها شكر، ونص قلاص ماي، تخمرونهم في بعض. طبعا كانوا بالبدايه كانوا للنص، الحين طفح لان اشتغلت الخميره، صار الحق لا تلحق اختمرت. نعم. فانا اول شيء بحطها بعدين افكر بالماي. ترى هذه للعلم يعني كانت بس ربع ساعة بس. إيه قبل الحلقة أبدا، وإحنا نستعد. نعم. شو اسمه ما حطيت ملح. خلص. إيه خلص منها. ما حطيت ملح لأن الملح يموت الخميرة، لا تحطون ملح إلا بالنهاية. حاليا بحط كل المواد اللي أنا أبيها عندي. طبعا دائما إحنا نقول الكب تمسحونه، أبي 3 أكواب عشان القياس، عشان الميجر، ولا مثل ما قلت لكم اللي ما عندهم قوطي الروب 2. لا تنسون ان نص ماي ونص خميره، فانا الحين احط 2.5. العينه 3 اكواب عشان ما نعقدها على الناس. اي يعني احنا حطينا الماي نحسبه وحطي قياسك وبعدين نقول كل الماي. حطيت ابو سعد انا نص كوب طحين. حلو. والحين كوبين، والحين بحط بس نص كوب عشان كذي يكمل 3 اكواب. صح ولا لا؟ نص كوب الطحين ونص كوب ماي. صح. اي نعم. اوكي حطيت نص كوب ماي، الحين بحط الملح. ابو سعد يحب الملح وايد، فاذا اختمرت الخميره ما عندكم مشكله، ما يضرها. بحط قفشتين. اذا صارت سخيه الحين ماني قادره منك، خايفه منك. قفشتين. شوف السخيه حاطه قفشتين صغار على وايد. انا عندي بالنسبه لي وايد. قفشتين اكل تحطونها زيت، لان بعد بالعيان راح نحط شويه زيت نزيد عليه بدينا. نعم. انا كنت حاطه قفشه شكر. شكر بحط. نعم. نص قفشه. اوكي عشان اللي ما يحب يحط نص قفشه في الكل. اوكي بنفسر عن شمومنا شويه، نبتدي نحين. ابي شويه ماي ان شاء الله، احتياط، يمكن احتاجه يمكن ما احتاجه، بس دائما العجينه تكون شويه لينه. انا محتاجه شويه عينه، شويه ماي، لازم تعينونها لما تكون ناعمه. طبعا انا اوخر. خليني انا اساعدك، لا بس قولي لي. خلاص نوعز هذا بعيد وبعدين ناخذه. لا نبي بعدين. اي بعدين مو مشكله، الحين بس هذه العينه عشان تبتدي انت طبختك. نعم. على ما تخمر نطلعها عاد ونشتغل فيها. ماشي. انا من بدايه الشغل ترى انا محميه الفرن على حراره 200. أيه. لازم 200 لان الخبز والاشياء انواع الخبز تبي اللي تبي خبز سريع 200 200 مو اقل. الخبز البطيء يصير 170. أيه. 180 كرواسون. الجسمه انا سويت دونت اليوم بس بوريكم اياه للحلقات المستقبليه ان شاء الله. سويته تحرقص هذا الحلقات الجايه ما تبي تسوي الحين بس بتوريكم. احنا نخلص الكويتي وبعدين ندخل على الشسمه ان شاء الله. ايه. الحين ابو سعد بس ابي طحين زوجة عشان ابتدي اعينها هني.
انثر لك ماي طحين تحت. ماني محتاجه ماي. لا عفوا انا قلت ماي ابي طحين. هني حط لي بس شويه بس كافي. دائما لا تهتمون بكثره الطحين. ترى كثره الطحين تنشف العينه، انا ما ابي انشفها، انا ابي الينها. طبعا كل ما اينتوها كل ما نعمت معاكم. اللي هو الحين الحين ام احمد. نعم. بس بعد شوي إيه؟ ابيها هذه بعد ادري شوي. يعني اخليها بس بعيد عشان الكاميرا. اي زين الحين بالنسبه حق العجن هذا ممكن يصير في عجانه فود بروسيسور. اي إيه؟ في عجانه إيه؟ احنا عندنا، بس انا حبيت اوري الناس بدون عجانه ان اللي ما عنده نعم يقدر يعجن كل شيء. دائما متاز. احنا متاز. نحب نحط العجينه ممتاز، نعطيكم يعني اقل شيء، اقل اشياء تقدرون تشتغلون فيها. يعني مو لازم عجانه كهربائيه ولا لازم انه في اشياء ممكن يصير مانيوال اساسيه، كله مانيوال ماشي الحال. بالعكس تقدرين تتحكمين فيها. مساعه كانت تلزق بديني، الحين شوف وسعت. ام احمد خلي عنك نقطه بس تذكرت اخاف انسى بعدين. تفضل. ام يوسف الوقيان تسلم عليك، قول لك مشكوره. الله يسلمها. وتبيك تدشين معاها على كبب ان شاء الله. كبب ان شاء الله. اول ما اول كبه بنسويها كبه العربانه، بعدين كبه عيش بالمرق. يا سلام يا سلام. وبقول لك ابو سعد ياني يعني خبر من الوالده تقول ان شباب الربيان ليش ما حشيتيه؟ اعطتني مسج قبل الحلقه بس انا ما شفته. نعم. شباب الربيان يمشي الحال بالحشو او بدون حشو؟ يمشي بدون حشو. حشوته عباره عن بصل وفلفل اسود وشويه ملح ولومي اسود. نعم. بس. نعم. ونفس طريقتنا بالضبط. يعني تقريبا يشبه القبوط. بالضبط. حشوة القبوط. حشوة القبوط نفسها. أي بس تشبهها. بدون كشمش. ايوه بدون كشمش. اي. شوف شلون صارت عينتي. ما شاء الله. ناعمه حلوها. طبعا لما تصير مليسه خلاص الحين بالنسبه لي اوكي. شنو يعني مليسه؟ الحين بحل مكان بدر انا. شنو يعني مليسه؟ مليسه يعني ناعمه. ملسه يعني. ملسه. الله يذكره بالخير بدر، والله ان شاء الله يقوم بالسلامه. امين يا ربي. ما يستاهل. اي والله ما يستاهل. انزين احنا كورناها دائما طريقه العجان بالداخل من تحت. ايوه من تحت عشان تدخل الهواء، تصير مثل الفجوه تدخل الهواء لداخل وتنتفش. ناخذ باديتنا مره ثانيه نبتدي نحط فيها شوية من الزيت. عشان ما خذيتها كلها مجرد عشان بس خلنا نشرح. عشان تصير ناعمة مليسة. مليسة. ملسة ملسة. لا تزعل يا أبو سعد، بس أنا ما حاول أزيد. ترى الزيت ديروا بالكم منه ينشف العجائن، كل ما قللت منه وزودتوا الحليب البودر يصير أحسن. هذه ما فيها حليب بودر لأنها أصلا خبزة. خبزة فالخبز في خبز في اللي على الصاج راح نحط فيه بودر. بينها. هذا ما راح نحط فيه بودر. ممتاز. كذي انا راح اسكرها بالبلاستيك وانطرها لما تخمر على ما ابو سعد يبتدي شغله. لا الحين انت ما عندك، ما تبين تعينين شيء ثاني؟ لا الباقي بسرعه نعينهم ونشتغل فيهم، نريحهم شيء بسيط. جيبي هني شوي. تفضل. سكينه. ما يحتاج. بلى. احسن احسن سكينه. يلا. تعور ايدك. انا احاول احطها يم الفرن لانه صاخن عار. اوكي الحين ابو سعد يشتغل. الحين تبين ادش دش ما تبين تعينين شيء ثاني؟ بعد شويه. بعد شويه تبيني اعين؟ ما ادري انا اخاف انه بس وقت العيان ياخذ وقت منك بعدين. لا لا شيء بسيط. خلاص اذا انا الحين ادش على الربيان. انا راح احمس في نفس الجدر اللي بشتغل فيه بقاعة الجدر. ايه خلينا نشتغل مع بعض ام احمد. يلا تفضل قول لي شنو تبي. هذا الجدر مالنا اللي بنطبخ فيه. اقص لك شيء؟ اي عندي هني البصل مقصوص. شنو تبي اقص؟ في عندنا الخضره، عندنا الطماط. يلا انا راح ابدا كذي على طول على السريع. خلكم معاي بعد اذنكم. كل الخضره هذا. تبيها؟ اي راح نقص، احنا راح نستفيد منها ايضا حق سندوتشات مالتنا. اي اوكي. اي هذا البصل نزلناه وراح نقص اول شيء حاليا الزنجبيل راح ينزل معاه. هذه مالت الخضار؟ لا هذه اللي عندي مالت الخضار. اللي عندك؟
الربيان على فكرة أنا دائما أقولها ونبي أثبتها عند الناس. خلني أقص أنا. يلا بس خلنا أقص هذا عشان على السريع. الربيان يحب الزنجبيل يا جماعة. إيه دائما أقول الربيان يحب الزنجبيل. وبالذات اللي صار في قاعة الجدر. وين الفلفل اليوم بسعد؟ موجود مكانه. نبي فلفل. ناخذ فلفل على الهذا. يا ابو سعد. بالفريزر تحت. علب واحد كافي. بس نبي نفرمه صغار. ايه. عشان يطلع احلى. يطلع طعمه. يطلع طعمه ايه. هذا الزنجبيل. راح نقطه. خلصت زنجبيل. وهذا راح نقطه هني. ما تبي هذه؟ لا بس كافي اللي قصيته انا. اوكي. خلني اقص لك. احط له دهن. البصل طبعًا. الفلفل الحار أول. ها ليش في قاعة الجدر ترى لازم دهن شوي زايد عشان ما يصير احراق و... لانه راح يطبخ داخل تحت هو. ايوه كذي ولا اصغر شوي؟ خلا كذي احلى. لا ذكرني هذا عطينا هذا انا قلت بس ما نبي نقطع الحين البصل هذا الفلفل كيفك المهم نذهبه البصله تستوي. شنو تبي الحين؟ نبي البصلة تستوي شوية لا بس. الدور الثاني اللي بتحطه شنو؟ عقبه كزبرة وشبنت ونعناع. اوكي. وراح احط بصل اخضر وفلفل اخضر وطماطة. قصتك كبيرة تبيها ولا صغيرة؟ ايه كبيرة ايه. كبيرة؟ نفس طريقة منيرة الحاي. منيرة الحاي شنو قصتها كبيرة ولا قصة كبيرة. كبيرة. اوكي. ايوه كذي ايوه ممتازة هذه. طبعا هذا راح احط له البهارات الحين مالته. طبخنا احنا الكويتي لازم الكركم لازم الكركم انا ما احب اذكر معلومات الا اكون متاكد منها لكن هالمعلومه اللي مو متاكد منها انا احب اقولها شني واقول العهده عراوي شني يقول لك ان الكركم وقايه عن مرض الزهايمر ولا؟ اي انا معلومه ما اقول لك ان هذه يعني اكيد ولا يعني قاريها في مجله علميه ولا شيء بس يتداول بين الناس انها من الاشياء اللي تعتبر وقايه من مرض الزهايمر. اي نعم. النعناع تبي نقصه ولا تخليه على حاله؟ ولا لا نقصه. انا مزهب شويه ثوم هنيك اهو. اي توني بقول لك الثوم وينه؟ زاهب كاهو بس بعدين ايضا حطيت لك كل شيء على كتر ممتاز عشان تعرف شنو ممتاز. تاخذ بالاول نبي بصل اخضر بصل اخضر وفلفل اخضر هذا رشاد بحطه اليوم رشاد امس جربناه بالمرقه وايد طيب يهبل وايد طيب صراحه انا ما توقعت طعمه بعد لحظه بس انا شايف حشيشه جاي ممتازه ريحته بس رشاد. مجرد ريحه البصل ما شاء الله اوكي بصل وكركم بس ريحة مو طبيعية حد السندويشات تبينها على ربيان أخلي شوية ربيان حط لنا حمسة قبل لا تكت عليه العيش اي لا خليها برا بروحها اي بحط لك بصل اخضر زياده عشان شو اسمه الحميس حمسه الحمسه اوكي الحين بعد ما شفنا البصل كذي خلينا نشوف البصل شكله